نعم، فكما قلنا من الضروري أن يقوم بعض الإخوة في العراق، في مصر، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في دول المغرب العربي، أن يقومون أيضا بالتجارب حتى يعني يستفاد أو يستفيد كل شخص يقطن في منطقة معينة، أن يستفيد من تجارب الأخ الذي يقوم بالزراعة المائية في بلده، حتى يكون هناك تكامل. يعني نقول الزراعة المائية في بلاد الشام، يعني الأردن تقريبا موقع متوسط في بلاد الشام، ومدينة عمان موقع متوسط في بلاد الشام، فممكن أن نقيس على باقي مدن بلاد الشام مثل لبنان، مثل فلسطين، مثل سوريا، فنقول إنه هذا يعني نمط متوسط أو نمط معتدل. فأنا شخصيا أقوم بهذه الوظيفة، ولكن على الإخوة كما قلت أن يقوموا بالتجارب في بلدان أخرى حتى تكون هناك يعني موسوعة حسب المكان، ويستفيد منها الجميع. طبعا هناك يا إخوة بعض الشتلات التي زرعتها بهذا النظام، هذا النظام معرض للشمس بشكل أكبر، يعني ما شاء الله هذه الشتلات ممتازة. طبعا يا إخوة من الضروري طبعا تعرفوا فصل الشتاء أكثر تعرض للرطوبة والعفن، فلا بد من وضع مثلا مادة كما قلنا التوف اللي هو ممكن انه يحجز ضوء الشمس عن الجذر او عن الساق المعرض للماء، فمن الافضل ان يعني يكون هناك وسط يحمل النبتة ويعني يمنع الاشياء التي تجلب العفن وبالتالي تضر الساق والنبتة بشكل اخر. يعني هذا ما استطعنا أن نقوم بتصويره. بشكل عام جيد، لا بأس، نراقب وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا النجاح، لتكون هذه إن شاء الله عبارة عن موسوعة مصغرة لمنطقة بلاد الشام وللذين يحبون يستفيدون من مناطق أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.